ما الدلالة التي حملها الموقف الأخير لمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي من وفد الاحتلال الصهيوني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا؟ في أي سياق يمكن تفسير تعاطف الوفود البرلمانية الدولية مع مهاجمة الغانم للبرلمان الصهيوني؟ كيف يمكن الإفادة من هذا الموقف في ملء الفراغ السياسي في واقع العرب؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان الكويت تحرج إسرائيل بالمؤتمر البرلماني الدولي الدلالة والآثار.